مصدر لثروات بحرية تساهم في الاقتصاد الوطني وفي التنمية الاجتماعية. من بين هذه الثروات الطحالب، استخداماتها عديدة في مجالات الصيدلة والتجميل والتغذية. استخراجها في منطقة الجديدة يبدأ شهر يوليوز، لكن عددا من المهنيين في المنطقة علقوا نشاطهم احتجاجا على عدم تحقيق مطالب يرفعونها. هو موضوع تحقيق الأسبوع مع حسن الحمادي وسعيد بن زيزو. نسجل بالشاطئ سيد الضاوي بالجديدة غياب تام لنشاط جمع الطحالب البحرية، ويعزى هذا الركود المفاجئ إلى احتجاج بعض المهنيين. عدم تصريح بالمنتجات ديال الصيد اللي كيضيع عليهم نقاط التسجيل، نقاط المعاش للاستفادة من الخدمة ديال الضمان الاجتماعي، لا على المعاش ولا على الضمان الاجتماعي كانوا قط، ولا استفادة من الملفات الطبية. الأمر هنا يتعلق بالعديد من الغطاسين الذين يعيشون من جمع الطحالب البحرية، ناهيك عن أصحاب قوارب الصيد التقليدي واليد العاملة الأخرى، لكن الوزارة الوصية تفند هذه التصريحات جملة وتفصيلا. الأمر استغرب له، البحار كلهم عندهم اليوم تسجيل بحري، وعندهم تغطية صحية إجبارية، وعندهم خدمات ديال الضمان الاجتماعي، عندهم خراطات كلهم ديال الضمان الاجتماعي، وبطبيعة الحال حتى القوارب اليوم، حتى البحار اليوم عندهم تأمين إجباري على الأرواح ديالهم ولا الحوادث. بوشعيب بن غنو يدير تعاوني لجمع الطحالب البحرية منذ أكثر من 30 سنة. أصبح اليوم يصدر هذه المادة إلى كل من إسبانيا، اليابان وكوريا الجنوبية، بعد أن كان دوره من قبل يقتصر على التجميع فقط. جميع المهنيين دابا عندهم الضمان الاجتماعي وعندهم التغطية الصحية الإجبارية، والجديد بأنه العمل اللي عمل عليه الوزارة مع صندوق الضمان الاجتماعي في الأيام القليلة القادمة بأن غيولوا يخدموا قل ويستافدوا أكثر، لأن غيولي موسم ديال الطحالب البحرية وغيستافدوا الضمان الاجتماعي طول السنة. مشكل آخر يثير مخاوف المهنيين هو الضغط الكبير على الثروة البحرية، خاصة في موسم جني الطحالب. لأن أولا التلوث، ثاني حاجة الصيد الجائر، احترام ديال الراحة البيولوجية ما كاينش، ثالث حاجة الناس كسرات بزاف، مستفيدين كثار بزاف، سنين كثيرة والعشوائية سعيدة، بحكم أن المهنيين كانوا كيزاولوا النشاط ديالهم، ما نسميهمش مهنيين بين قوسين، لحقاش مهنيين بطبيعة الحال خاصها تكون عندهم غير على الثروة اللي كيعيشوا منها. كانت عشوائية وكان صيد أثناء فترة الراحة البيولوجية، وكان عنده واحد الأثر سلبي على الثروة البحرية، كانوا كيصيدوا كميات غير مضبوطة، وكانوا كيصرحوا أرقام مغلوطة. لكن المعهد الوطني للبحث العلمي ووزارة الصيد البحري ينفيان وجود خطر يحدق بالطحالب البحرية من خلال دراسات ميدانية تم إنجازها مؤخرا. اليوم الحمد لله كنسجلوا ارتفاع ديال الثروة البحرية من خصوص الطحالب البحرية المستوى ديال 20,000 طن، هذه أولى في التاريخ ديال الإقليم الجديدة. الرداد هدية متفائل رغم الأصوات التي تدق ناقوس الخطر بخصوص تراجع الثروة البحرية. بطبيعة الحال من توصل له، وهذا الشيء راه كيدل على حتى الكوطات زادت لينا، وهذا مخطط ديال اليوتيس اللي انطلق في 2011، اللي تدريجيا الكوطة كتطلع سنويا كتطلع، الموسم بدا في 5 7. أنا ما كاينش انقطاع، لأن أغلبية المهنيين ماشي للصيد الأخطبوط اللي كيتواد زامن مع الموسم ديال الطحالب البحرية. فلماذا يطالب بعض المهنيين بمستحقاتهم العالقة؟ فهل الأمر يتعلق بخلل في الآلة التدبيرية للتعاونيات؟ لأن السنة الفارطة كانوا بعدين التعاونيات اللي عندهم حسن التدبير وخلصوا الناس والمخارطين ديالهم، ما بقيت واحد كيتعلم شي حاجة، وكان بعدين التعاونيات اللي عندهم سوء التدبير اللي باقيين بعدين الناس ما خلصوهمش، وتخوفا اللي عاود ما يخلصوهمش، هذا هو علاش الناس دايرين هادشي. نسبة المحتجين تصل إلى 30% من المهنيين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ سنة، ما قد يدفعهم إلى مواصلة احتجاجاتهم حتى إشعار آخر.